السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرعب اللي العالم موجود فيه دلوقتي بسبب انتشار فيروس كورونا والأخبار المتكررة عن الفيروس، اتجه عدد كبير من الناس ان هم يلجأوا لحاجة ممكن تكون أصلا مضرة أكتر للصحة بتاعتهم أكتر من الفيروس نفسه. اتجه عدد كبير من الناس إلى استخدام الأدوية بشكل مفرط لدرجة إنها ممكن تسبب مشاكل خطيرة جدا على صحتهم على المدى البعيد، زي مثلا استخدام الأدوية اللي هم يعني بيقولوا إنها مقوية للمناعة. اولا مش في حاجه اسمها كده يا جماعه، في حاجه اسمها ان في حاجه اسمها انا جسمي محتاج دواء معين اخده، مش محتاج خلاص خلاص. مش في حاجه اسمها ان انا اخد فيتامين د علشان خاطر اقوي جهاز المناعه بتاعي، مش في حاجه اسمها اخد فيتامين سي علشان خاطر اقوي جهاز المناعه بتاعي، مش في حاجه اسمها اخد زنك علشان خاطر اقوي جهاز المناعه بتاعي. ده كله كلام فاضي واستهلاك للفلوس، وكمان ان انا اخد الحاجات دي بكميات كبيرة هتدمر صحتي على المدى البعيد. خلاص الادوية دي انا الجأ لها في حالة واحدة بس، ان انا احتاجها، يعني انا جسمي محتاج الحاجات دي، انا عندي مرض معين ادى الى نقص فيتامين د او ادى الى نقص الزنك او فيتامين سي او الحاجات دي، لو جسمي محتاج فعلا اخدها وتحت استشارة الطبيب. مش ينفع انا كشخص عادي اروح الصيدليه اقول اخد فيتامين د من دماغي او اخد فيتامين سي من دماغي او اخد زنك من دماغي، ده كله كلام فاضي وهيدمر صحتك على ليه؟ على المدى البعيد. خلاص انت عايز تقوي جهاز المناعه بتاعك، عايز تهتم بصحتك، خلاص في كذا طريقه ممكن تلجأ ليها علشان خاطر تخلي المناعه بتاعتك كويسه. اول حاجه ان انت تاكل اكل صحي غني بالخضار والفاكهة، تشرب كمية سوائل كافية على الأقل 2 لتر مويه يوميا، كمان تنام عدد ساعات نوم كافي بالذات بالليل. الحاجات دي من الحاجات الطبيعية اللي بتقوي فعلا وتحافظ على جهازك المناعي. الحاجة التانية البعد عن التوتر والقلق. خلاص ان التوتر والخوف الزايد من الإصابة بالفيروس ده في حد ذاته بيضعف جهازك المناعي، علشان كده بلاش استخدام الأدوية، بلاش الطريقة الأنانية اللي الناس بدأت تلجأ ليها وتخزن الأدوية بكميات كبيرة في بيوتها. ليه يا جماعة؟ ما ده ممكن يكون مريض فعلا محتاج الحاجات دي. خلاص ممكن يكون واحد عنده فعلا فيروس ويحتاج الأدوية دي، ليه احنا نخزن بكميات كبيرة ونعمل نقص في الصيدليات بالنسبة للأدوية دي؟ خلاص انت دلوقتي واحد سليم ما عندكش اي مشكلة، ليه تلجأ لأدوية في شخص تاني محتاجها؟ ليه الأنانية دي في المرض؟ ليه الأنانية بالشكل ده؟ انت شخص كويس ليه تلجأ لحاجة زي كده؟ خلاص ياريت بلاش استخدام الأدوية عمال على بطال، ياريت مفيش في حاجة اسمها روشتة تقوية المناعة وما عرفش ايه، لا في حاجة اسمها انا جسمي محتاج اخد، مش محتاج خلاص، واسيب الادويه لشخص تاني فعلا طبيا محتاج ياخد الادويه دي، ما استخدمش الادويه عمال على بطال وادمر المناعه بتاعتي على المدى البعيد. خلاص يا جماعه نسبه الشفاء من الفيروس عاليه جدا عاليه جدا، يعني اكتر من 80% من الحالات ما بيحصل لهمش اي اعراض. خلاص انت بقى كشخص دلوقتي لجأت ان انت تاخد الفيتامينز بكميات كبيره قوي، سواء بقى اي نوع من الفيتامينات اللي موجوده، طب ما ده ممكن اصلا يسبب لك مشاكل، يعمل لك تسمم بسبب الفيتامين اللي انت اخدته ده. خلاص يا جماعه ياريت ياريت نحكم العقل، ياريت نهدى، ياريت نطمن بعض، ياريت كلنا مش نتكالب على الصيدليات ونلجأ ناخد الادويه بكميات كبيره وده حرام اصلا. خلاص يا جماعه وان شاء الله ربنا هيعدي الازمه دي على خير والحياه هترجع لطبيعتها تاني. ياما العالم تعرض لازمات وتعرض لاوبئه والحمد لله عدت على خير، بس نساعد بعض ونتكاتف مع بعض علشان ربنا يكرمنا ان شاء الله وتعدي الازمه دي على خير. دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.